فريق الفطوار الذي هو فريق نادي أمل أكادير، ثم فريق القيام الذي هو فريق نادي حسنية بن سقاو. أول مشاركة لحسنية بن سقاو في دوري إزهران أكادير، والمشاركة الثانية لنادي أمل أكادير. الدورة الخامسة فاز بها فريق نجاح سوس، الدورة الرابعة أيضا فاز بها فريق نجاح سوس. إذن كأس الحج ميسا أشتوك وكأس الحاج حسين رضيف فاز بها فريق نجاح سوس لكرة القدم. إذن التباري اليوم حول كأس الحاج حسين أشتوكلي، لنرى شكون يأخذ كأس هذه الدورة. إذن ثماني فرق، فريق المدينة الجديدة ممثلا بدفاع أمصرناط، فريق إحشاش ممثلا بفريق نجاح سوس، فريق فونتي ممثلا بنادي شباب الخيام، فريق أنزا ممثلا بفريق حسنية أكادير، فريق البطوار ممثلا بفريق أمل أكادير، ثم فريق الخيام ممثلا بفريق حسنية بن سقاو، فريق أكادير وفلا ممثلا برجاء أكادير، وفريق طالبرشت ممثلا بجمعية أو مدرسة التفاؤل لكرة القدم. إذا صورة تفاعلية تجمع بين فريقي الخيام وفريق البطوار، وتكريم رمزي لنجل الحاج حسين أسنقلي ابنه كريم أسنقلي، ثم السيد محمد بجلات رئيس ملتقى إزهران أكادير. إذا مع بداية كل دوري أو كل مباراة سيكون هناك تكريم رمزي لأحد أعمدة الشخصيات الرياضية لمدينة أكادير التي أعطت لهذه المدينة رياضيا وفتسير وكلاعب. إذا مرحبا بالجميع وشكر موصول لكل المساهمين. إذا عيد ميلاد سعيد كريم أي سعيد، عيد ميلاد ديال اليوم في أول مقابلة ديال الدوري اللي هو مؤتر ديال نادي أمل أكادير. إذا أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 12 سنة. الدوري إهداء لأرواح الأطفال الشهداء والمفقودين ليلة 29 فبراير 1960. إذا التباري نتمنى يكون نزيه، الرياضة روح تنافس بتعاون ما بين الجمهور والمؤطرين. المؤطرين اللي كنبغيو نشكرهم جزيل الشكر على تأطير ما يناهز 96 طفل، وهذه التفاتة طيبة. ايضا لن ننسى اللجنة الرياضية بالملتقى إزهران أكادير، لن ننسى جميع المتعاونين. اذا تعريف الفريقين ونتمنى فرجة للجميع وروح رياضية. اذا بن مريم محمد مؤطر نادي حسنية بن سقاو. شكر خاص لرشيد قغروط على المجيء، حسين الوالي الجمعية المغربية اللي هو التصوير الفوتوغرافي، حسن أنصاو مشكور على الالتفاتة، الإخوان المؤطرين كل واحد باسمه، الإخوان تحكيم طاقم تحكيم من عصبة سوس لتحكيم، شكر خاص للأطور. نتمنى أنه المباراة تكون في أجواء رياضية تنافسية واحترام من طرف اللاعبين. شكر خاص حاج العربي بوكايا على دعمه اللوجستيكي والتعاون، حاج ابراهيم بوغرس، ابراهيم بوتازلوت، خالد السعداني، حسن بكيش، محمد قراح وجميع اعضاء الجمعية. لن ننسى الاخ التقني من مؤسسة اكادير ميديا، شكر موصول مرة اخرى. جميع الاخوة التقنيين والمساعدين الاعوان بلدية اكادير السكريات، شكرا جزيلا. شكر لكل الإخوة. لن ننسى أي فرد داخل جمعية ملتقى إزهران أكادير، سواء في اللجنة الرياضية أو نواب الرئيس الشيخ عبد الله أرسلان، الحاج إمال، حبيب سيدينو. إذن لن ننسى أي فرد في ملتقى إزهران أكادير، سواء كان في أعضاء المكتب أو في مجلس مغر. إذن الحضور الشيخ أحمد المتوكل، شكر خاص.
ولن ننسى دينامو المتعاونين الحاج يعز جفري. بعد قليل ستنطلق أول مباراة في الدوري. إذن ركلة المباراة من قدم نجل المرحوم الحاج الحسين أصنقلي، نجل صاحب كأس دوري إيزوران في دورته السادسة. إذن ركلة انطلاق دوري إيزوران وانطلاق مقابلة فريق الخيام وفريق البطوار، حسنية بن سرقاو ونادي أمل أكادير. إذن تباري سيكون إذن الله لكم بالنسبة للصور التذكارية، ستكون بعد الركلة الرمزية لانطلاق دوري إيزوران. إذن شكرا مرة أخرى للجميع.